حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 1000، ومخاوف من تعرض مرضى السرطان في مركز الأمل بتعز للإصابة بالفيروس التاجي. قوات مشتركة تحبط عملية إرهابية حوثية في الدريهمي، واشتباكات في حيس جراء خروقات الميليشيات. هجوم معاكس على مواقع حوثية في جبهة قانية في البيضاء، وتكبيدها خسائر في العدد والعتاد. 8:30 بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. بعد تسلل فيروس كورونا إلى مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام بتعز وإصابة ووفاة العشرات من المرضى، فإن الآلاف من مرضى السرطان في مركز الأمل لعلاج الأورام بتعز هم عرضة أخرى للإصابة بالفيروس التاجي. 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 10 حالات وفاة بحسب أحدث إحصائية من أصل أكثر من 250 مريض يتلقى الخدمة العلاجية في مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة العام بتعز. أرقام مخيفة وارتفاع يستدعي المجابهة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يخطف أرواح المرضى. واجهنا مشكلة كبيرة خلال هذه الأيام الماضية بانتشار وباء كورونا بين أوساط مرضى الفشل الكلوي في المركز. بلغ عدد الحالات المصابة حتى تاريخ يومنا هذا 22/6/2020 25 حالة، منهم 10 وفيات، 5 من المصابين أيضا هم من العاملين الصحيين في المركز وهم الآن تحت الحجر المنزلي. وعن مركز الأمل لعلاج أورام السرطان بتعز، ثاني أكبر مركز في اليمن، يعيش أكثر من 8000 مصاب بالسرطان بينهم 660 طفلا، تفاصيل قسوة الصراع المخيف مع السرطان، وهم أكثر الفئات عرضة للإصابات بفيروس كورونا نتيجة استخدام العلاجات بصورة دائمة والعلاج الكيميائي تحديدا الذي يعمل على نقص المناعة لدى المرضى. مريض السرطان هو أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. بطبيعة الحال مرض السرطان نفسه يهاجم الجهاز المناعي، يهاجم الخلايا السليمة في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى نقص المناعة. كذلك استخدام الجرعة الكيماوية في علاج مرض السرطان بنفسه يؤدي إلى نقص المناعة، فيكون هؤلاء المرضى هم أكثر عرضة وأكثر شريحة في المجتمع للتعرض لهذا الفيروس. مع تزايد الحالات المصابة بمرض السرطان، رصد المركز أكثر من 350 حالة جديدة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي. ورغم البدء بعمل الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي يجعل المركز على المحك وهو ما يزيد من احتياجات مرضى السرطان في زمن كورونا، نتيجة انعدام بعض الأدوية المجانية والمحاليل الطبية الضرورية، بالإضافة إلى شحة الإمكانيات وانسداد أفق الدعم المقدم من الجهات ذات الصلة. أنا الآن بعد العيد دخلت إلى هنا، قطعت مسافة طويلة على القروض وعلى قبل حبشي، خسرت 30,000 ريال، وصلت للمركز في علاج مش موجود وعلاج موجود، مثلا العلاج اللي مش موجود غالي الثمن، احنا ما نقدرش ندفعه مثلا قيمته، ايش نعمل، نخلي هذا الابن يموت ولا كيف؟ هكذا يعيش الآلاف من مرضى السرطان والفشل الكلوي في تعز، محاطون بفيروس كورونا ويصارعون للبقاء رغم الإهمال والتجاهل والمناشدات التي لا صدى لها. ما إن تطأ أقدامك بوابة مركز الغسيل الكلوي ومركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بتعز، تجد طابور طويل من المرضى هم في موقف العجز عن المواجهة، فكيف سيكون حالهم وهم يواجهون عدوا آخر يتربص بهم اسمه فيروس كورونا؟ عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز. ويكابد السجناء والمعتقلون في سجون ميليشيات الحوثي، منها سجن الحديدة وحجة التي أصيب فيها عشرات السجناء بمرض الفشل الكلوي نتيجة التعذيب والمعاملة الحوثية المتجردة من الإنسانية، فضلا عن المخاوف من تعرض المخفيين لفيروس كورونا المستجد.
بعد الأزمة التي افتعلتها ميليشيات الحوثي في سوق المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها ومنها محافظة الحديدة، جعلت مئات المرضى المصابين بالفشل الكلوي يتدفقون إلى مركز الغسيل الكلوي بالمدينة الساحلية الخاضعة للميليشيات، مهددين بموت محقق في ظل الوضع الصحي المتدهور في المحافظة. نداءات استغاثة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من انقطاع التيار الكهربائي عن المركز جراء انتهاء الوقود المخصص لمولدات الطاقة الخاصة به، وهو ناقوس خضر يضع هؤلاء المرضى في خانة موت حقيقي. فالميليشيات الحوثية لم تلتزم بتوريد ما يحتاجه المركز من مشتقات نفطية وتبيعها في أسواقها السوداء. وقد شك القائمون على مركز الغسيل الكلوي في الحديدة عن عدم قدرة المركز على استيعاب جميع المرضى المتوافدين عليه من سكان المدينة وضواحيها ومن مديريات محافظة الحديدة كافة. وكانت إدارة المركز حذرت في وقت سابق من توقف العمل فيه بسبب قرب نفاذ وقود المولدات الكهربائية الخاصة بالمركز. وكشف مصدر في المركز أنه كان يتلقى إمدادات وقود من منظمتي اليونيسف والصحة العالمية، لكنها توقفت فيما تمتنع السلطات المحلية الخاضعة لميليشيات الحوثي عن توفير ما يحتاجه المركز من الوقود. مركز الغسيل الكلوي الكائن في مدينة العمال بالحديدة تلقى مؤخرا دعما من منظمات إنسانية ومن رجال أعمال يمنيين، إلا أن أزمة الوقود التي يمر بها المركز مستمرة وتهدد بإيقاف عمله واستقبال مئات الحالات من مرضى الفشل الكلوي الذين يتوافدون عليه شهريا. إلى ذلك دعا فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بوباء كورونا، وأوصى في بيان له بالإفراج عن الجناه منخفضي الخطورة والمحتجزين رهن الحبس الاحتياطي والذين يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم، وكذلك الآخرين الذين يمكن إعادة إدماجهم بأمان في المجتمع. وذكر البيان بدعوات فريق الخبراء التي أطلقها في تقريره لعام 2019 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بوجوب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فورا. ودعا فريق الخبراء جميع الأطراف إلى تركيز جهودهم على محاربة تفشي وباء كوفيد-19 بما يصب في مصلحة السكان الذين عانوا الأمرين على مدى أكثر من 5 سنوات. ودعا فريق الخبراء المجتمع الدولي مضاعفة جهوده في مواجهة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم لضمان الأموال الضرورية لمعالجة محنة الشعب اليمني التي ستتفاقم متأثرة بوباء كوفيد-19. في الحديدة أحبطت القوات المشتركة عملية إرهابية للميليشيات الحوثية في قطاع مدينة الدريهمي جنوبي المحافظة. وذكر الإعلام العسكري أن مدفعية القوات المشتركة فجرت مخزن أسلحة للميليشيات في موقع استخدمته لاستهداف قرى ومزارع للمواطنين جنوب غرب مدينة الدريهمي. وأضاف أن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في تجمعات مكونة من أفراد وآليات حوثية حاولت التسلل إلى تباب قرب خطوط التماس شمال مدينة الدريهمي. وفي حيث أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن اشتباكات بمختلف الأسلحة الرشاشة جرت شمال مدينة حيث جراء خروقات جديدة للميليشيات الحوثية. وأشار إلى أن القوات المشتركة أخمدت مصادر النيران الحوثية شمال حيس التي استهدفت الأحياء السكنية في مركز المديرية. كذلك تواصل ميليشيات الحوثي الدفع بعناصرها إلى محارق الموت وانتهاك التهدئة في الحديدة مستغلة الصمت الدولي وصبر القوات المشتركة وتعاملها بأقصى درجات ضبط النفس. هكذا هم رجال القوات المسلحة البواسل، حيث تمكن أبطال وحدة مكافحة القناص التابعة للقوات المشتركة من صرع 8 من عناصر الميليشيات الكهنوتية بينهم قناص ومساعدة قبل أن يكمل تمركزهما بين أشجار النخيل، مستغلين كثافة هذه الأشجار.
كما تم التعامل مع بقية العناصر الكهنوتية الذين حاولوا الفرار شرقي منطقة الجبلية مديرية التحيتة. جديرا بالذكر ان الميليشيات الارهابية الحوثية الممولة من ايران منذ اعلان اتفاق السويد حتى هذه اللحظة وهي تزج بمئات من عناصرها صوب الجبلية والفازة محاولين تحقيق اي تقدم صوب مواقع الابطال، وتدفع بعشرات القناصين للتمركز بين اشجار النخيل وجعلت من مزارع المواطنين المغلوبين على امرهم مواقع وثكنات عسكرية ومنصات لصواريخها ومدفعيتها التي تقصف منازل المواطنين بها، فضلا عن حفر الخنادق وزرع حقول الألغام على امتداد هذه المزارع، ويتزامن مع تسللها صوب الجبلية. وغير بعيد تواصل الميليشيات الحوثية تسللها وقصفها على منطقتي الجاح والمرازيق بيت الفقيه المأهولة بالسكان، وتم التصدي لهم من قبل أبطال المقاومة المشتركة. كل هذا يحدث على أرض تهامة في ظل صمت للأمم المتحدة ولجانها المشرفة على جرائم وتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية. بدورهم أبطال المقاومة المشتركة بمختلف تشكيلاتها حراس جمهورية وأبطال العمالقة وصقور تهامة يتحلون بمعنويات مرتفعة وعزيمة عالية وإصرار كبير على تطهير كل شبر من أرض الوطن، وليس فقط ما تبقى من حارات المدينة وموانئها، مؤكدين انتظارهم لتوجيهات القيادة لحسم معركة الخلاص وتخليص الوطن من هذه الشرذمة الباغية. قناة اليمن اليوم، عبد الوهاب نوران. الشيخ قائد الأفندي بعد 3 سنوات من الاعتقال يصل الساحل الغربي ويعلن انضمامه للقوات المشتركة، مؤكدا أن الوطن غال علينا جميعا ولا يمكن التفريط به من أجل مصلحة شخصية. الاستقبال حار ومشرف، وكان استقبال جيد جدا، وأنا كنت ما فكرتش أن أنا أوصل لبين أهلي وقبائلي، والحمد لله. القوات المشتركة في استقبال الشيخ القبلي والعقيد في الجيش اليمني قائد أفندي سعيد البريق، الذي ما إن سنحت الفرصة مغادرته سجون الكهنوت حتى اختار صف الجمهورية رافضا البقاء في مربع الحوثي أو استجلاب قبائله خدمة للميليشيات التي كانت تريد المتاجرة به كأحد وجاهات تيامة خدمة لمعاركها في الساحل الغربي. بأفرق عنك، مستعد أركيك العميد، مستعد نعطي لك السيارة حقك، نعطي لك تقومات، نعطي لك نصلح وضعك من وإلى، وبشرط أنك تطلع أسرك وتطلع قبائلك ما استطعت. الشيخ الأفندي أعاد إلى أرضه إعلان لشأن تهامة واستحقاقها في التخلص من ظلم الحوثي واستكمالا لتحرير الأرض وصيانة العرض، واجب وطني أقسم الأفندي عليه جمهوريا، وها هو قادم إلى صفه مقاتلا جسور. أنا أوجههم أنهم يبادروا ويتقوا الله، يلتحموا مع المقاومة المشتركة ومع الجيش الوطني ومع لذا، ويتكاتفوا ويهبوا كلمتهم واحدة ويحافظوا على وطنهم، الوطن أغلى من كل شيء. الشيخ قائد الأفندي تم اعتقاله حوثيا وهو في طريقه إلى منزله في الحديدة، وتم تلفيق العديد من التهم، وتعرض على مدى 3 سنوات من الإخفاء القسري لكافة صنوف التعذيب. لم تحترم الميليشيات سنه، بل كانت تريد تطويعه خدمة لحربها في الساحل الغربي. وجلسوا يحققوا معي فترة، وكانوا ما يحققوش معي في الإدارة، كانوا يبزونا من الإدارة مدري وين، يلفوا بي يمكن حوالي 10 كيلو ويحققوا معي هناك، لا قريب الفقر يرجعونا، ما يفرع مني إلا لما يقول الله أكبر الفقر، أرجع كدنا خلاص ما عاد استطعش أرفع لساني. استمروا شهر في الحديدة، واستمروا في صنعاء تحقيق وتعذيب، هذا في ما اسمه ده في شملان على خط 60 في صنعاء، ايوه، وجلسوا برضه استمروا هناك يحققوا معي 1.5 سنة وفي بو تعذيب، جلست يمكن حوالي 2 سنين، السنتين هذه لا الدولي علاق ولا خلونا اتصل، كنت مخفي يعني، ما مضت علي 2 سنين وانا مخفي وبدون علاق، كان ما يقول لي يحققوا معي ويعذبونا، لا الدولي علاق ولا يخلوا لي حالي كدنا يكفي ما في بي. وبعد الغياب الطويل للشيخ قائد الأفندي، نظرة مختلفة للساحل الغربي والمديرية التي تم تطهيرها وتحريرها من قبضة الميليشيات عمرانا
وكذا أسلوب حياة. المناطق المحررة أشوف أنه في عمل نظامي، الناس الذي يعيش يعيش، والذي في مجال السياسي ماشي، في بها حركة وفي بها نهضة عمرانية، والناس متعاونين ومتكاتفين وشغالين، وبصراحة تمام جدا. يعني هناك قد تشاهد ما فيش مثل نهضة عمرانية أو كذا، يعني تشوفها كلها قتالية، كلها ما يشتي إلا معركة. وصول الأفندي بحسب عسكريين سيضيف للساحل الغربي وعمليات التحرير فيه الكثير من المكاسب على المستويات العسكرية والاجتماعية، إضافة ترصد أنها في رص الصفوف لخوض معركة وطنية خالصة قريبة أساسها أبناء تهامة الذين هم المحرك الأساس لتخليص الوطن من شرذمة ميليشيات الحوثي. وفي البيضاء، شنت قبائل مراد هجوما معاكسا على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة قانية، استخدمتها كأماكن للتجمعات استعدادا للتسلل إلى مناطق قبيلة مراد في مارب. وأكدت مصادر محلية لليمن اليوم أن رجال القبائل تمكنوا من استعادة مواقع مهمة كانت الميليشيات قد سيطرت عليها في جبهة قانية، كما كبدوها خسائر بشرية ومادية. وكانت ميليشيات الحوثي فجرت أبراج شبكة MTN للاتصالات في أطراف مديريتي ردمان وقانية التي تغطي مديريات العبدية ومخلق ورمضة وقانية وحوران والوهبية في المحافظة، وأجزاء واسعة من مديريات مراد بمحافظة مارب، بهدف عزل المناطق والتغطية على خسائرها وانكساراتها في جبهات المواجهة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم القوات الحكومية العميد ركن عبد مجلي، مرحبا بك. يا أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. أطلعنا على آخر المستجدات في جبهة قانية. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك مرة أخرى، وشكرا للسادة المشاهدين لقناة اليمن اليوم. أخي العزيز، الانتصارات متواصلة، الهزائم متلاحقة للميليشيات الانقلابية الحوثية، والانتصارات للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء جبهة قانية. حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف العربي لدك أوكار وتعزيزات الميليشيات الانقلابية الحوثية، تم السيطرة العزيز على عدد من المواقع الهامة والحاكمة في منطقة قانية شمال محافظة البيضاء، وتم إحباط وإشعال الهجمات الحوثية والقضاء على الميليشيات التي تسللت إلى سوق قانية وبعض المواقع، وتم استعادة أسلحة وذخائر متنوعة وأسر عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية الحوثية التي انتحرت في قانية وكان لها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. قامت تلك الميليشيات أخي العزيز بالانتقام من شبكة MTN وضربت على تلك الأجهزة والهوائيات والتي كانت تغطي عدد من مديريات محافظة البيضاء. هذه الميليشيات الانقلابية هدفها القتل والتدمير لكل مخدرات الوطن. نعم. أما في محافظة الجوف. نعم. ما هي؟ نعم. شرط مديرية الحازمة قوات. نعم. ما هي آخر التطورات في الجوف في ظل الأنباء عن تطويق مدينة الحزم مركز المحافظة؟ في الجوف قواتنا تحقق التقرب نحو مديرية الحزم يوما بعد يوم، وفي جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجمات متواصلة وهجمات واسعة أيضا، وتم استعادة عدد من المواقع في جبهات الجدافر والأقشع وخاصة السلسلة الجبلية لجبال الأقشع وكذلك العرق الأسود، وهذا سيحقق المزيد من التقدم للجيش الوطني. وأثرت تلك المعارك عن سقوط عشرات القتلى من عناصر الميليشيات في تلك المواجهات. مقاتلة التحالف العربي استهدفت أيضا تعزيزات ومواقع ومعدات القتالية للميليشيات الانقلابية الحوثية. أخي العزيز، أيضا في محافظة صنعاء جبهة نعم قواتنا أيضا سيطرت وبإسناد من الطيران المقاتل على عدد من المواقع في منطقة الصلاب ونجد العتاب، وتمكنوا أيضا من القضاء على الميليشيات الحوثية التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع في المنطقة. الطيران المقاتل أيضا كان له دور كبير في استهداف المواقع والتعزيزات والمعدات وأسلحة الميليشيات. أثرت تلك المعارك أيضا عن وقوع خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والعتاد. نعم. وتم استعادة أيضا كمية من الأسلحة والذخائر.
المعارك ما زالت مستمرة في جهة تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية. جيشنا الوطني أخي العزيز يتمتع بالروح المعنوية العالية والثبات والشجاعة والبطولة والحفاظ على الجاهزية، مستمرين في التقدم كسب المواقع. صحيح أن الميليشيات الانقلاب الحوثية اليوم تقوم بالحرب النفسية والإعلامية، ونحن من خلال قناتكم الموقرة نقول نداء المواطنين إلى عدم تصديق الحرب النفسية والإشاعات والأخبار الكاذبة والانتصارات الوهمية التي يروج لها الإعلام الحوثي والإعلام المساند له، وعلى اليمنيين جميعا الالتفاف والاستشراف الوطني حول الجيش الوطني والدولة الشرعية وإسناده ودعمه في مختلف المناطق والجبهات القتالية، فالإسناد الشعبي له الدور الإيجابي في تحقيق النصر. نعم، العميد ركن عبد المجلي المتحدث باسم القوات الحكومية، شكرا جزيلا لك. وفي مارب عاودت الميليشيات الحوثية استهداف مدينة مارب بصاروخ باليستي هو الثاني خلال 3 أيام. أفاد مراسلنا أن الصاروخ في منطقة خالية بين المنطقة 3 والشرطة العسكرية، ولم يسفر عن سقوط ضحايا ولم يلحق أي أذى بالمدنيين. وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت 3 بصاروخ مماثل المدينة وسقط في منطقة صحراوية. وفي نيويورك أطلع المبعوث الأممي مارتن جريفيث أعضاء مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات التي تواجه جهود الأمم المتحدة وتزايد مخاطر كورونا والحاجة إلى استئناف عملية السلام بشكل فوري. من جانبه حذر وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك من خطورة الأوضاع الإنسانية باليمن، ودعا إلى دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن والمساعدة على خلق مساحة لحل سياسي مستدام. وتطرق لوكوك إلى خطورة التدهور الاقتصادي وانهيار العملة اليمنية الذي أثر بشكل كبير على سعر السلع الأساسية. من جانبه جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى استئناف المحادثات السياسية برعاية الأمم المتحدة، وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة جميع الأطراف للدخول في محادثات سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات. بات تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة حتمية لتوحيد الصف وقطع الطريق أمام المشاريع الطائفية والمذهبية والمناطقية في اليمن واستعادة نظامه الجمهوري، إضافة إلى إعادة إعمار المحافظات المحررة ومواجهة الأمراض والأوبئة الفتاكة. هل باتت أطراف النزاع في أبين مقتنعة بحتمية الحل السياسي وعبثية المعارك الدائرة هناك؟ سؤال ربما تسمح الإجابة عليه بمعرفة مدى جدية الحكومة والمجلس الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض. يرى مراقبون أن الطرفين تركا خلال الفترة الماضية لاختبار قدرتيهما الميدانية على حسم المعركة، معركة ظلت لأسابيع تراوح مكانها، فلا الانتقالي استطاع الوصول إلى شقرة ولا القوات الحكومية قوت على الوصول إلى جعار وزنجبار وصولا إلى عدن وفق رؤى بعض مكونات الحكومة المتشبثة بضرورة وحتمية الحسم العسكري. على الرغم من ضراوة المعارك الدائرة في أبين وسقوط قتلى من الجانبين، فضلا عن الخسائر المادية في العتاد العسكري الذي حرفت فوهاته عن الهدف الرئيس له واتجهت إلى صدور رفقاء الكفاح. غير بعيد يرقب الحوثيون المشهد في المحافظة الجنوبية مدركين أهمية الفوضى الحاصلة بين صفوف مناهضيهم، وهو ما سمح لهم قضم مزيد من الأرض في البيضاء والجوف ومأرب، وكثفوا من هجماتهم في جبهات الضالع وعلى طول الساحل الغربي. وليس خافيا على أحد أن الصراع المسلح في جنوب البلاد قد أفقد المواطن الثقة في القوى السياسية والعسكرية المتصارعة فيما بينها، ما أثر سلبا على مقاومته للحوثيين الذين استغلوا ذلك في زرع فكرهم في أذهان البسطاء والتغرير بهم وجرهم إلى ويلات المعارك، فيما يكاد اتفاق الرياض أن يكمل عامه الأول دون أن يجد له موطئ قدم على الأرض. اليوم يرى مراقبون أن لا خيار أمام اليمنيين إلا تنفيذ اتفاق الرياض بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والعسكرية والتوحد صفا واحدا للخلاص من ميليشيات الحوثي وفكره الظلامي، إضافة إلى تنمية المحافظة المحررة والتسريع في إعادة بناء ما دمرته الحرب على صعيدين المادي والمجتمعي،
وإنقاذ اليمنيين من الأمراض والأوبئة التي فتكت بهم ليل نهار. وعودا على ذي بدء، هل أدركت الأطراف الموقعة على اتفاق الرياض أهمية تنفيذه؟ وهل اقتنعت بعبثية الحرب وضرورة توحيد الصف؟ الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة على ذلك. في صعدة افتتح مستشفى آزال العسكري كأول مستشفى من نوعه يتم تدشين العمل به في إحدى جبهات في شمال مديرية باقم، الذي يحتوي على تجهيزات طبية وأقسام سيتم من خلالها تقديم خدماته التشخيصية والعلاجية والجراحية وتلبية الاحتياجات الطبية وتوفير الرعاية الشاملة لجرحى ومنتسبي المحور. وإلى جانب تدشين العمل بالمستشفى، تم افتتاح ناد صحي ومركز عمليات مشترك، حيث سيلعبان دورا هاما في سرعة نقل الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية الفورية والضرورية لهم. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف قائد ألوية محور آزال العميد ياسر الحارثي. أبو عبيدة، مرحبا بك. مرحبا، حياك الله. حدثنا بالتفصيل عن المستشفى وأهميته ومكوناته. بداية نشكر بنا في اليوم على متابعة جميع المستجدات على مستوى الجمهورية بالأخص في الحد الشمالي الجمهورية اليمنية. وبالنسبة للمستشفيات هذا في ظل تفاعل زيادة القوات المشتركة من خلال سمو الكريم عرفنا سعد بن تركي عبد العزيز في تدشين العمل الرائع في مستشفى محور آزال، يكون أول مستشفى في جبهات الحد الشمالي، مما سيسهم بإذن الله عز وجل إسهام كبير جدا في تقديم الخدمات الطبية في منطقة جديدة من المعركة. ويعني المستشفى يتكون من 40 سرير وسيكون بإذن الله عز وجل كثير من الحالات الجاردة وكذلك بعض الحالات أو كثير من الحالات الحرجة، وفي خدمة بإذن الله عز وجل شريحة كبيرة جدا من القوات الشرعية من طوية في المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة سادم وما حولها وما حولها مجاورة. العميد ياسر الحارثي أبو عبيدة قائد ألوية محور آزال، شكرا جزيلا لك. مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل. نشاط تجاري في مركز الإنزال السمكي بمنطقة قطابة يعيد الأمل للصيادين في الساحل الغربي. قانون جبري، نقول إنه هذا القانون قانون سلالي عنصري موجود في التشريع الإسلامي خالص ولا موجود في القوانين الدولية. الآن ظهرت العنصرية، إن الميليشيات وصلت إلى درجة الإفلاس وتعتبر الشعب اليمني عبيد وتردنا إلى أيام الإمامة. في ظل ما يعانيه الشعب من ظلم وجهل وفقر وتردي، أصبح الخمس وكأنه قانون لشلالية معينة من آل البيت حقهم، خص فئة خاصة هم ما يسمون أنفسهم بني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. قانون باطل ولا أساس له. نحن معنا الزكاة، الله تعالى شرع الزكاة. احنا لن نسكت ولا نرضى بهذا الخمس الذي قرره الحوثيين. نشاط وحركة تجارية في مركز الإنزال السمكي في منطقة قطابة بالخوخة تعيد الأمل للصيادين اليمنيين بعد توقف طويل بسبب حرب الميليشيات، حيث مئات الأطنان من مختلف أنواع الأسماك يتم تصديرها عبر حاويات تحملها شاحنات تقوم بنقلها وبيعها في كل المحافظات، وبعضها يتم تصديره إلى الخارج. مركز الإنزال السمكي في قطابة واحد من المراكز التي تم بناؤها بدعم من الهلال الإماراتي في الساحل الغربي. يشهد هذا المركز ازدحاما وحركة لا تتوقف طيلة النهار، خصوصا بعد فرار الكثير من الصيادين الذين كانوا يعملون في مناطق سيطرة الميليشيات ولجوءهم إليه، حيث كانوا يتعرضون للابتزاز والتعسفات والجباية الغير قانونية التي تثقل كاهلهم، ومنها قانون الخمس الذي فرض مؤخرا. أنا من الصليف، نازعنا لأربع سنة من الشغلة حق الحوثة من البترور، وفرضوا الخمس مشاكل ويعبسوا الناس وبهدلوا، احنا بهدلة دحين نزعنا في القطابة، ونطلب الله في القطابة الحمد لله رب العالمين
يعني والدنيا بخير وكل شيء تمام على ما تروا، احسن من الحوته واحسن من الصليف واحسن من الحديده واحسن من المناطق كامل. ما جعل هؤلاء يلجؤون الى المناطق المحرره بحثا عن الرزق والامان، هربا من مضايقه الميليشيات الحوثيه التي لم تترك لهم حرية العيش بسلام في مناطقهم. سبب النزول حقنا من داخل الحديدة هو مضايقة الحوثة والمعاملة حقهم السيئة، والحمد لله نزحنا على هذه المنطقة والآن عايشين في أحسن العيش إن شاء الله. الفارون من جحيم الكهنوت الرجعي وهذا أحدهم وجدوا لهم فرصة عمل في هذا المركز الذي ساهم بشكل كبير في إنعاش القطاع السمكي والحد من البطالة، حيث وجد الصيادون هنا سوقا لبيع صيدهم وتحصيل أرزاقهم، إضافة إلى الدور الذي تقوم به قوات خفر السواحل من تأمين وتسهيل عمل الصيادين. في أمان اللهم الحمد، وخفر السواحل فاعل يعني إنجازه تمام ورب مراقبة وكل حاجة اللهم الحمد. والتأمين موجود يعني والحراسة موجودة وخفر السواحل يعني مؤمنين والاصطياد معنا تمام الحمد لله رب العالمين، وقاموا معنا بجميع التجهيزات والتحسينات وتعاونوا معنا بجميع في بعض المشاريع. 25 مركز إنزال سمكي تنتشر بطول الساحل الغربي بالمناطق المحررة بنيت بعد التحرير، ساهمت في تعافي القطاع السمكي وحسنت سبل العيش لدى الصيادين والمجتمعات الساحلية. من محافظة الحديدة، شرف الشمري، اليمن اليوم. كشف الحريق الذي اندلع في حي السنينة بالعاصمة صنعاء فضائح ومزاعم الميليشيات الحوثية وأكاذيبها في أن الأزمة بالمشتقات النفطية ناجمة عن احتجاز السفن عرض البحر، فيما مخازن القيادات الحوثية مليئة بالمشتقات النفطية التي تبيعها في السوق السوداء، فضلا عن إيقاف القاطرات على مداخل العاصمة التي دخلت في ظلام دامس بسبب انعدام الوقود. جريمة مزدوجة بنكهة الفضيحة تتمثل بكارثة اندلاع الحريق الهائل في مخازن المشتقات النفطية للقيادي الحوثي ناجي الحاكم في حي السنينة بالعاصمة صنعاء، والتي فضحت أكاذيب ومزاعم ميليشيات الحوثي التي تصرخ بمنع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة وتروج لها وراء كل أزمة مشتقات تفتعلها بين الحين والآخر. هذه المزاعم تبخرت مع الدخان الناجم عن الحريق في تلك المخازن بأحواش تجار السوق السوداء من القيادات والمشرفين الحوثيين على شكل صهارج بمقدورات نقل وخزانات بلاستيكية. مقابل ذلك تختفي المشتقات في محطات الوقود وتظهر في السوق السوداء حتى تروح سعر الدبة 20 لترا من البنزين ما بين 15,000 إلى 20,000 ريال مقارنة بسعرها الرسمي البالغ 5,900 ريال. ويعيش المواطن وقطاع الأعمال معاناة يومية في توفير متطلبات استمرار أعمالهم جراء أزمة المشتقات النفطية بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، والتي دفعت بأسعار الغذاء والمياه والنقل والخدمات إلى المزيد من الارتفاع. اقتصاديون حذروا من تخزين الميليشيات كميات كبيرة من الوقود داخل الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء، واعتبروها قنابل موقوتة قد تنفجر بأي وقت وقودها المواطنون وممتلكاتهم الذين يكتوون بنيرانها. واتهمت اللجنة الاقتصادية ميليشيات الحوثي بمنع العشرات من ناقلات الوقود من دخول مناطق سيطرتها، ما تسبب بحدوث أزمة وقود خانقة تمنع نحو 150 مقطورة قادمة إلى مناطق سيطرتها من المناطق المحررة تحمل نحو 8 ملايين لتر، وهي كمية تغطي نحو 80% من الاحتياجات اليومية حسب تصريحات سابقة لشركة النفط التي تسيطر عليها. كما اتهم مراقبون الميليشيات بخلق اقتصاد الحرب عبر السوق السوداء التي مكنتها من الهيمنة على السياسات المالية والنقدية. وبحسب مصادر نفطية فإن ميليشيات الحوثي تمتلك مخزونا من البنزين في خزانة الشركة بمدينة الحديدة يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 7 أشهر على الأقل، لكنها تفتعل الأزمات بغرض جني الأموال من تجارة السوق السوداء. وكانت مصادر خاصة كشفت أن ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي وجه بالإفراج عن القواعد المحتجزة في تناقض صريح مع شركة النفط التي تسيطر عليها ميليشياته،
بأن من أطلقت عليها دول العدوان أفرجت عن البواخر المحتجزة. يأتي هذا في وقت أجبرت ميليشيات الحوثي عددا من محطات توليد الكهرباء الخاصة في العاصمة صنعاء بإطفائها بعد رفض ملاكها تخفيض أسعار الاشتراك الشهري وسعر الكيلو بسبب فرضها عليهم دفع مبالغ مالية شهرية باهظة لقياداتها ومشرفيها، ما أدى إلى دخول العاصمة في ظلام دامس. في ظل تفشي جائحة كورونا يحتفل العالم باليوم الدولي للبحارة الذين تضرروا من هذه الجائحة بشكل كبير، وبات البعض منهم غير قادر على العودة إلى المنزل منذ أشهر فضلا عن المضايقات التي يواجهها الصيادون في اليمن بفعل الحرب. تحت شعار البحارة هم العمال الرئيسون، فيما يحتفل العالم باليوم الدولي للبحارة الذي يصادف 25 من يونيو من كل عام، ترزح اليمن تحت جائحتان، الجائحة الحوثية التي أتت على كل شيء جميل في البلد، وجائحة كورونا التي أكملت ما تبقى من أوجه الحياة في البلد الذي أنهكته الحرب والتي دخلت عامها السادس، حيث يتواجد البحارة على خط المواجهة مع الوباء حاملين على عاتقهم وصول المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية عبر السفن التجارية في هذه الظروف في العصيبة. وباتت مهنة الصيد تشكل خطرا على حياة الصيادين اليمنيين وسلامتهم نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وحرمت مئات الآلاف من الصيادين من ممارسة مهنة الصيد، كما حرمت ملايين الأسر من مصدر رزقها، حتى باتت آلاف الأسر تعاني فقرا مدقعا إذ يعيش معظمها تحت خط الفقر. وتدور روح الحرب في البحر كما البر على السواء، لكن مع وجود قدر أقل من المساءلة، ففي البحر يلقى المدنيون أيضا حتفهم بأعداد كبيرة، حيث يحرم الصيادون من ممارسة نشاطهم وإعانة أسرهم، بل أصبحوا هدفا عسكريا راح ضحيته العشرات بين قتير وجريح جراء الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيات الحوثي في البر والبحر. فعلى شواطئ الحديدة يتجسد ذلك الاستهداف بأوضح صوره، حيث يتعرض الصيادين لنيران رشاشات الزوارق الحربية التي تطيق عليهم في عرض البحر تارة وتتلف مراكبهم البسيطة وتصادر معداتهم تارة أخرى، وغالبا ما يسقط ضحايا، كما يتعرضون للاعتقال التعسفي ويخضعون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة. فيما يعتبر الصيادون الحديدة وشواطئها شريان الحياة لهم، لكنه بات يمدهم بأدوات الحرب المستعرة في أرجاء مناطق اليمن والتي أكلت الأخضر واليابسة بإعاز إيراني عن طريق استنهاض النفس الطائفي والعنصرية المقيتة المستوردة من إيران التي تتخذ من ميليشيات الحوثي امتدادا لها لإقلاق أمني واستقرار المنطقة. وعالميا، وفي ظل جائحة كورونا كشفت التقارير الدولية تقطع السبل بنحو 100,000 من طواقم السفن السياحية في العالم على متن سفنهم بسبب الجائحة ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم. وبدأ الاحتفال بيوم البحارة لأول مرة في عام 2010 حين قررت المنظمة البحرية الدولية إطلاق مبادرة عالمية للاحتفال بالبحارة في شتى أنحاء العالم كوسيلة. وفي عام 2011 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال رسميا باليوم الدولي للبحارة تقديرا للمساهمة الكبيرة في خدمة النقل البحري التي يقدمها أكثر من 1.5 مليون بحار حول العالم. ويجب أن يقف العالم لهم إجلالا في يومهم العالمي والتذكير بمعاناتهم وأدوارهم في ربط العالم ببعضه عن طريق البحار. أطباء اليمن في المهجر يدشنون يوم الطبيب اليمني الذي رأوا أن يكون في 25 من يونيو بهدف دعم أطباء الداخل والمصابين بالفيروس التاجي بالاستشارات والخبرات بهدف التخفيف من حدة جائحة كورونا في البلاد في ظل انهيار القطاع الصحي وضعف الوعي المجتمعي. إيمانا منا بعظمة وتفاني الكادر الصحي اليمني في مواجهة جائحة كورونا المستجد
على الرغم من انقطاع رواتبهم وشحة الإمكانيات ضمن منظومة صحية منهكة وعلى وشك الانهيار في بلد مزقته الصراعات والحروب. تكريما لهؤلاء الأبطال وتخليدا لذكرى عشرات الشهداء من أبناء الكادر الصحي الذين ارتقوا إلى السماء وهم يواجهون هذا الوباء مدافعين عن شعبهم ومضحين بأرواحهم في سبيل إنقاذ أرواح أخرى. بادر أطباء اليمن في المهجر إلى إعلان 25 يونيو يوما للتضامن مع الكادر الصحي اليمني تحت مسمى يوم الطبيب اليمني، لما للطبيب من رمزية لكل من يعمل في المجال الصحي. بمناسبة يوم الطبيب اليمني، تلك المبادرة الرائعة التي أطلقها الأطباء اليمنيون لتوجيه أنظار العالم إلى ما يعانيها الشعب اليمني بكافة فئاته بما فيهم الأطقم الصحية. يسرني أن أتقدم بالتحية لكل العاملين في المجال الصحي في اليمن بمختلف تخصصاتهم وفي كافة مواقعهم لما يبذلونه من جهد وتضحية وتفاني لضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية والحفاظ على النظام الصحي من الانهيار على الرغم من الظروف الصعبة والمخاطر التي تحيط بهم والتي تفاقمت مع تفشي وباء كوفيد-19. وفي عدن كرمت إدارة المستشفى الكوبي 85 كادرا من ممرضين وصيدليين وخدمات ضمن الطواقم الطبية في مركز الحميات جراء ما قاموا به من خدمات للمرضى والمجتمع في ظل الظروف الصعبة وتفشي الأوبئة في مدينة عدن. هذا وكانت إدارة المستشفى الكوبي بعدن قد استقبلت خلال شهر كامل أكثر من 9600 حالة من الحميات المختلفة من المكرفس والضنك والمرارية إضافة إلى الوباء الرئيس كورونا، وتعامل المركز مع كل الحالات دون استثناء. وقد تكللت هذه الجهود إلى انخفاض نسبة الحميات بشكل كبير جدا. عالميا يواصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف الدول، فيما منظمة الصحة العالمية تعلن أن عدد المصابين بالفيروس التاجي سيبلغ 10 ملايين الأسبوع المقبل. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي بلغت أكثر من 9,622,000 شخص، ووصلت حالات الوفيات إلى أكثر من 487,000، فيما تجاوز من تم شفاؤهم 5,029,000 شخص. ولا تزال الولايات المتحدة في صدارة دول العالم بإصابات بلغت أكثر من 2,477,000، ووفيات وصلت إلى 124,000. حصل الباحث علي يحيى عبد الله اللكمة من قسم العلوم السياسية كلية التجارة جامعة صنعاء على درجة الماجستير في العلوم السياسية والإدارة العامة من كلية التجارة جامعة أسيوط عن رسالته الموسومة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اليمن خلال الفترة 2005 إلى 2015، دراسة تحليلية تناولت جهود اليمن في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بشكل عام، وتقييم ما اتخذته أجهزة ومؤسسات مكافحة الفساد من سياسات لمجابهته بشكل خاص، كما دعت إلى ضرورة تنسيق الجهود بين أجهزة ومؤسسات مكافحة الفساد وإعادة تصحيح ما شابه من قصور ومثالب، وتعزيز دور البرلمان والمؤسسات القضائية في مراقبة أعمال الحوكمة. توقع المركز اليمني للأرصاد الجوية أن أجزاء من المناطق الصحراوية ستتأثر بموجة غبار واسع الانتشار، وأشار المركز إلى أن موجة الغبار القادمة من صحراء الربع الخالي
ستؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية خصوصا في صحاري المهرة وحضرموت وصولا إلى أجزاء من صحاري الجوف ومارب. كما توقع المركز أن تتأثر الهضاب الداخلية وأجزاء من المناطق الجبلية بعوالق ترابية، مؤكدا انخفاض مدى الرؤية الأفقية في سيئون بوادي حضرموت حيث سجلت الرؤية 5 كيلومترات بسبب الغبار. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 1000 ومخاوف من تعرض مرضى السرطان في مركز الأمل بتعز للإصابة بالفيروس التاجي. القوات المشتركة تحبط عملية إرهابية حوثية في الدريهمي واشتباكات في حيس جراء خروقات الميليشيات. هجوم معاكس على مواقع حوثية في جبهة قانية في البيضاء وتكبيدها خسائر في العدد والعتاد. لقاؤنا في 11:30 على خير في أمان الله.